هنروح لقصه لطيفه وغريبه ولكنها قصه الحقيقه مهمه لعده اسباب. زي ما حضراتكم تابعتوا يمكن كانت في من كام يوم برضو انتشرت الاخبار عن لوحه اثريه تم العثور عليها في محافظه القليوبيه وفي واحده من المقاهي الشعبيه. وهي الحقيقه قصه غريبه شويه لما نعرف تفاصيلها، لكن هي بدات كما فهمنا يعني انه رئيس حي غرب شبرا الرخيمة اللواء ماهر هاشم كان بيقوم بجولة لمتابعة الأشغالات في واحدة من الكافيهات الموجودة بنطاق الحي، اللي بيمتلكها كمان أو يعني صاحب القهوة دي كان بيمتلك اللوحة، وهي لوحة أثرية لها امتداد تاريخي، وحرص على تسليمها والتواصل مع وزارة الثقافة وتسليمها ليهم. وطبعا زي ما بتشوف مع حضراتكم اهو برضو الصور اهو، بس احنا عايزين نفهم بشكل هي اللوحه اتضح ان هي لوحه اسمها من وحي فنارات البحر الاحمر للفنان التشكيلي الرائد عبد الهادي الجزار، وفقدت تقريبا منذ عام 1964. هنفهم تفاصيل اكتر ونعرف هذه الحكايه من الاستاذ هشام الهواري مالك المقهى اللي عثر بداخله على اللوحه. اهلا بك يا فندم، منورنا. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني عايزين نعرف حضرتك قصه اللوحه دي ازاي تم العثور عليها في المقهى بتاعك، وعرفتوا منين ان هي لوحه اثريه؟ كمان احنا عارفين حضرتك قمت كمان بدور وطني فبنشكرك عليه. شكرا لله يا فندم. العفو، ده اللي واجب يعني المفروض الواحد يقدمه. ايه اللي حصل بقى؟ عرفتوا منين ايه قصه اللوحه دي وازاي جت في طريقك؟ اللوحه دي يا فندم موجوده عندنا بقى لها اكثر من 20 سنه. موجودة في المخازن بتاعت الشركة. جيت من فترة كان عندي كافيه في شبرا الرخيمة بوظف فيه، فجبت له قطع ديكور من المخزن، حاجات قديمة تنفع ديكور، فركبتها لقيت اللوحة دي في وسط الخردة والحاجات اللي موجودة. ابتديت جبت اللوحة نظفتها علقتها في المكان، شكلها محترم بصراحة، حاجة يعني حاجة حلوة أوي. فعلقت اللوحه، ابتدى احد الرواد من فتره تقريبا كده اقل من 15 20 يوم بالظبط، عجبت اللوحه جامد، فقال لي هشوف ادور يمكن اللوحه دي تعمل تكون حاجه حلوه تراث او حاجه تنفع. ده واحد من الناس اللي بتيجي المقهى يعني. مش يعني واحد من رواد المقهى لما شافها اعجب بيها. اعجب بيها فعلا. فهو ده كان السبب يعني ان انا خلينا ادور على اللوحه واشوف اللوحه قصتها ايه. فجي خد صوره من اللوحه، صورها، ابتدى يدور على مين صاحب اللوحه ومين اللي اترسمت امتى وفي انهي وقت وكده. فلدرجه ان هو جاب لي واحد، او هو تواصل مع حد بتاع نتيج، جاب لي فيها سعر تقريبا من 1.5 لـ2 مليون جنيه. فلما سمعت انا الرقم بصراحه قلت لا، اكيد في حاجه يعني في حاجه غلط في الموضوع، خاصه يعني ان موضوع اللوحات والفن التشكيلي ده مش كل الناس اللي فاهمه فيه. هو عرض عليك 2 مليون جنيه؟ بتاع الاناتيك عرض فعلا مبلغ، اتكلم معايا في الاول من 1.5 مليون كده لغايه يعني تقريبا كده قال لي لغايه 2 مليون جنيه. وبعد كده وصل معاك ل 2 مليون. وانت حسيت انه في حاجه غلط طبعا. طبعا. لوحه متعلقه عندي، مركونه عندي بقى 20 سنه في الخرده، واحد عارضها عليك بـ1.5 مليون او 2 مليون، ده شيء غريب جدا صح؟ في حاجه غلط. ابتديت انا ادور على اللوحه واشوف اصلها ايه، اكتشفت ان هي تبع تخص الفنان عبد الهادي الجزار، اسمها فنارات، ما كنتش كمان اعرف اسمها الا من فتره قريبه. فنارات البحر الاحمر. فنارات البحر الاحمر فعلا. يعني مش رئيس الحي هو اللي لقاها، اللي هو ماهر برضه ليه دور معانا في الموضوع، لان انا اللي هو ماهر كان معدي من فتره وشاف اللوحه برضه، فالراجل برضه عجبته واثنى عليها، وانا كنت قمت باستشارته برضه في الموضوع. لما اكتشفت ان اللوحه برضه حاجه اثريه وحاجه تراث، استشرت حضرته قلت له يا سياده اللواء كان عندي موضوع 1 2 3 بتاع اللوحه، والراجل وجهنا برضه لوزاره الثقافه، بجانب ان انا برضه تواصلت مع الوزاره وقمت كلمت المكتب بتاع معالي الوزيره ناس عبد الدايم. ورحت الناس قابلوني هناك بصراحه مقابله محترمه جدا وسلمت لهم اللوحه. وقالوا لك ايه بقى؟ يعني التقيت انت، احنا شايفين صوره حضرتك كنت موجود فيها، الصوره في مكتب الدكتوره ايناس تقريبا. كنت معاهم انا، خدت اللوحه ورحت سلمتها هناك.
قالوا لك ايه بقى والدكتوره ايناس قالت لك ايه لما سلمت لهم الروح؟ ما حدش كان مصدق طبعا ان روحها بالقيمه دي والتراث بتاعها، ان انا فعلا كان في ايدي يعني جوهره لما راحت عندهم هناك. بصراحه هم اللي يقدروا يقدروها اكتر من اي حد. عارفوا مثلا يعني او يعني كانت ضايعه ازاي او كان حد بيدور عليها، يعني ايه قصه فقدانها تعرف؟ انا اكتشفت ان هم بيقولوا ان هي كانت مفقوده من الوزاره من سنه 1970، يعني تقريبا كده من حوالي 50 سنه. هي موجوده عندي من تقريبا من حوالي 18 سنه. جت ازاي دي؟ انا والدي عنده شركه مقاولات متخصصه في اعمال الهدم والاهدام، فبنشتغل مع الجهات الحكوميه والجهات الخاصه بجميع اشكالها وجميع انواعها. فموجوده عندي في المخزن بقى اكثر من حوالي 18 سنه. ممكن تكون مثلا في فيلا تهدد او في مصلحه حكوميه تهدد، يعني ما فيش درايه. وخاصه ان والدي توفى الله يرحمه، الله يرحمه، تقريبا بقاله سنه دلوقتي. بس انا يعني لما اكتشفت ان هي تخص الوزاره. هو انت ما قبلتش ليه المليون ونص اللي في الاول او الاثنين مليون؟ انا كنت هقبل بصراحه، بس لما اكتشفت ان الوزاره قبل الموضوع ده بيومين بالظبط، اكتشفت ان الوزاره منزله بوستات ممنوع تداول معلومه عبد الهادي الجزار، ممنوع ان هي ملكيه خاصه للوزاره وان هي مسجله وبتاع. فبيني وبينك انا ما قبلتش الحرام بصراحه. ايوه مفهوم. الموضوع ده حته حرام وحلال، فطبعا مش هينفع. بالتأكيد احنا بنشكرك طبعا، بنشكر امانتك وبنشكر ثقافتك وبنشكر كمان طريقه تعطيك مع الموضوع. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ هشام الهواري مالك المقهى اللي عثر فيها على لوحه تقدر باكثر من 2.5 مليون للفنان عبد الهادي الجزار، وفقدت من وزاره الثقافه منذ عام 1971 وعثر عليها بالصدفه البحته في شبرا الخيمه.